هاي اترى شحال خايبه تصيف فمك بالزبابل ديال الفلوس وما تعرفش دوي بيه. واي اشتي بعد انا دركا كاع ما غادي نتزوج حتى تطبق هادشي ديال مدونه الاسره وغنتزوج بها ان شاء الله تكون مطلقه باش راجلها يبقى يصرف علينا حنا بجوج. واي مع هاد المدونه الاسره الجديده بين عشيه وضحاها سبح المغاربه كلهم عندهم ديور والاملاك وخايفين عليهم. ما تخافوش مازال الفيلم طويل. هادي واحد البنت خدات واحد النقطه مزيانه في الباك ومشات كتكمل قرايتها في جامعه اوكسفورد. هي هذيك حصلت على الدكتوره وجات ترجع للبلاد. هما يفرحوا بها العائله ديالتهم وداروا لها واحد الحفله من داك الشيء الرفيع. هو يجلس مع باه ويسولها قال لها بنتي يا سميره قولي لي عاودي لي على هذيك البلاد وقول لي كيفاش قريتي وكيفاش دوزتي الحياه ديالك تما. قالت لي با انا ما بقات سميتي سميره انا ولات سميتي السم. قال لي علاش يا بنتي؟ قالت لي هبا راه اللي مشى تما كيبقاو يعيطوا لي عاد بجوج حروف الاولين من سميتو. هو يقول لي ايوا الحمد لله من اللي ما صيفطش اختك زكيه تما. اما ديك زبيده حق مولا انا ما تمشي. واي قال لك اسيدي اللي حصلوا مساحه مع شي وحده غيحكموا عليه يبقى يصرف عليها حتى تزوج وكبسوا. واي حاجيتك ما جيتك على اللي كتقول ليها فيقيني في الثمانيه وكتفيقك في السبعه وتقول لك فيق راه تسعود. هادي واحد الراجل بالليل غمز مراته وقال لها نعشي الدراري وهي تغوت عليهم وهي فرحانه. قالت لي ملي نعش الاول غنعطيه 100 درهم. هو نعس راجلها. قال لك الجانين ملي كيكون في كرش امو كيشوف الشريط ديال حياته كامله. زعما انا شفت هادشي كامل وخرجت وصراحه ما فيا نفس. هادي واحد الدريه سولت امها وهي تقول لها ماما هذيك الحلوه اللي حاطينا لخطيبي كامل اشنو سميتها؟ قالت لها امها والله اعلم بنتي انا كاع ما عرفت اشنو سميتها. وهي تقول لها راني حنت كذبت عليه وقلت لي بلي انا اللي صايبتها. وهي تقول لها امها ايوا سوليها بنتي راه هو اللي جابها. التنر واحد خايتي سلفت الفلوس دير بيه مع عمليه ديال التجميل ودرك راه تبدلات عليا ما بقيتش عرفتها. درك تصوري معايا مريض راجلك ها وتجي عندو بنت خالتو وتقول لك مالو تقولي لها مريض راه تحرك في فخدو ها وتقول لك من جيتو حيمه. هذا واحد خينا تبوخ وتم غادي في المدينه شويه وهي تبان ليه واحد الدار شاعله فيها العافيه. هو يدخل ليها هو يجبد الاولاني عاود رجع جبد الثاني عاود دخل جبد الثالث عاود دخل جبد الرابع عاود دخل ويجبد الخامس شويه وما يعتقلوه البوليس. ملي سولهم علاش قالوا لي راك جبدتي البوميه يا مسخوط والدين قال ما خليتهم يديروا خدمتهم. هذه واحد المراه قالت لبنتها قالت لها تزوجي بولد عمتك راه عنده الفلوس. قالت لها لا ماما لا هذاك راه ما كيصليش واصلا ما كيامنش بجهنم. وهي تقول لها عاد زوجي بي بعدا وريها لي في الدنيا قبل الاخره.